صباح الفل، اخباركم ايه؟ النهارده في الفيديو بتاعنا هنتكلم عن كواليس، يعني حسب التسريبات اللي حصلت يعني من جلسه الوزير والرئيس. يعني جلسه الوزير اللي هو الوزير اشرف صبحي والرئيس اللي هو الكابتن محمود الخطيب. كلنا عارفين انا وانتو وغيرنا انه الوزير راح بنفسه التقى بالكابتن محمود الخطيب في منزله ورافق الكابتن الخطيب في هذه الجلسة اعضاء مجلس ادارة الاهلي، وانه حسب الكلام اللي كان متداول وقتها ان الجلسة امتدت تقريبا 8 ساعات. مفيش مشكلة، طبعا الكابتن الخطيب حد شخصية مهمة وكبيرة في الكرة المصرية وليها يعني اهميتها، وكمان فوق ده رئيس لمجلس ادارة النادي الاهلي، وهو من هو بقى 1907 وانت طالع، وبالتالي في عراقة في الموضوع وفي غضب معلن من ادارة النادي الاهلي على ما قالته انه فوضى في ادارة المسابقة كرة القدم واتحاد ولجنة الخماسية، وانها مش عاجبها الاسلوب التأجيلات، وان ده يؤثر ويؤثر ويؤثر ويؤثر، وده حقيقي يؤثر ويؤثر ويؤثر، مفيش اي مشكلة. المهم في الجلسة دي الامور يعني تكلموا تقريبا مش عن البيان بس، عن كل الامور والمشاكل اللي موجودة وتصورات ادارة الاهلي والكابتن الخطيب لحلها وطلباته للحل وطلباته للرفض الحل، ايا كان يعني الصياغ كتير وكلام كتير. مش من ضمنها انه عايزين الامور تهدى في الوسط، وانه الانفعالات المتبادلة بين جميع الاطراف في الوسط الرياضي تقل، وكل الناس تركز في عملها وفي انديتها وتبتعد عن اي عن المشاكل وافتعالها من كل الاطراف. والوزير قال انه هيتدخل مع كل الاطراف لتوضيح هذا الامر وشرحه للكل عشان يبقى الامور كلها في سلاسة ويسر، ان البلد لا تحتمل اي انفعالات او اي غضب بين جماهير ايا كان مين هي الجماهير دي بقى، اتحاد سكندري، اسماعيلي، مصري، اهلي، زمالك، ايا كانت الصياغة. فكل الانديه الجماهيريه يجب ان يكون الامور عند ادارتها هاديه وتبقى في تركيزها منصب على مصلحه فريقها، وانها من حقها تبحث عن مصلحه فريقها بالشكل اللي يرضيها، لكن في نفس الوقت لا يخل بالهدوء المطلوب توافره في الوسط. ادي حاجه. الحاجه الثانيه انه من ضمن الحاجات اللي اتعرفت ان الصوره اللي تم تداولها بعد 6-7 ساعات من القعدة اللي سربها ما كانش مجلس إدارة النادي الأهلي، كان الجهاز الإعلامي للوزير، الجهاز الإعلامي للوزير أشرف صبحي. وفي بعض الناس قالوا إن الوزير إنه ما كانش ينفع تروح بنفسك لمكتب لبيت الكابتن الخطيب، وإن كان الكابتن الخطيب مريض ربنا يشفيه يعني ويعافي عنه ما فيش مشكلة، الناس كلها بتبقى تعبانة، فلتستدعي القائم مقام اللي هو نائب الرئيس وتقعد معاه في مكتبك وتتكلم معاه. فقال لا، احنا كنا لازم نروح للكابتن الخطيب عشان نشرح كل الامور للكابتن ومجلس ادارته زي ما شرحنا المجالس اخرى واتكلمنا معاهم وتقبلوا الامر وفهموا الوضع وبدأوا ينفذوا هذه الامور بالفعل. وانه الصورة اللي ظهرت بحسب ما انا عرفت يعني الغرض منها اظهار الصورة دي واللي جمهور النادي الاهلي ان مجلس ادارته الدولة او من يمثلها قاعد معاه في بيته، يعني الدليل ان الدولة بينها عمار بينها وبين رئيس النادي، وان مفيش مشاكل مع الدولة، وان الدولة والاهلي مقدر الظروف الامنية، والدليل ان الدولة بتروح لممثلة في وزيرها. واظهار من ضمن هذه الصورة اظهارها ان الوزير بتحاول تقنع ادارة الاهلي للوصول لحل.
فعشان اما يوصل يظهر للجمهور الاهلاوي هذا الامر يهدى، خصوصا انه منفعل عنده تصور ثبت للنادي لمجلس اداره النادي الاهلي انه خاطئ، ان مرتضى منصور والزمالك اللي ورا التاجيل خالص، ثبت ليه وتاكد تماما، تاكد تماما، وحصل اتصالات بينه بين كابتن محمود الخطيب شخصيا ومجلس ادارته بناس في الامن المصري اكدوا ليه عدم صحه ما يقال، وانه بالفعل هو قرار امني بحت وحرصا على المصلحه العامه فعلا، وانه الامر ليس له اي علاقه لا برئيس نادي الزمالك ولا بنادي الزمالك ولا تدخل من الدوله لصالح الزمالك، اصله ظروفه وحشه والاهلي كان هيفوز والحاجات اللطيفه كانوا بيقولوها جمهور الاهلي دي، هذا امر غير صحيح نهائيا وباتا. في بعض الناس من المقربين يعني للكابتن محمود الخطيب بعد الجلسه قعدوا معاه واتكلموا في امر مهم جدا، انه بلاش البيانات اللي من النوع ده يا كابتن محمود انتوا مجلس الادارة، لانها بيانات بتحط النادي الاهلي وظهره للحيطة، ما يعرفش يعمل مناورة في التراجع او مناورة في وصول لحل اخر، فهو دايما يضع يعني العقدة في المنشار اللي هو زي مش هلعب الا ما يبقى في فار، فانما يبقى البحث عن كذا ومحاولات شتى و مثلا، لكن القرار نهائي البحث الفار لازم يجي انه لن العب قبل البطوله، ما بعد بطوله افريقيا لن العب، لن العب ثم يلعب، دلوقتي لازم العب مباراه القمه، لازم ولا بد، هي دي الفكره. الصياغه اللي من النوع ده محتاجه بقى انه اداره الاهلي تبقى تسال نفسها وتقول لي كاتب هذه البيانات، ويبدو انه شخص واحد، انه يكون يملوه بقى بهدوء انه يكتب البيانات ويقروها اكثر من مره قبل الظهور للاعلام وللعلن، وتكون فيها بعض الامور اللي تقدر تخرج منها ويبقى فيها كده قدر ما من السياسه، اللي هو وضع كذا باب للتحرك، اما لو حصل كذا هنعمل كذا، فاحنا منتظرين يحصل كذا عشان ما نوصلش لكذا، خصوصا احنا لو وصلنا لكذا ولم يحدث حل هنوصل لكذا، تدي نفسك طول الوقت اكتر من درجة تقاضي زي ما يقول، يعني في استئناف في نقض، ادي ما تديش نفسك على تدخل على النقض مرة واحدة، يعني خلي الامور واحدة واحدة. دي كانت النصيحة من مقربين جدا 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 لمجلس محمود الخطيب في النادي الاهلي، واتصور ان احنا خلال الفترة الجاية ان حدثت ازمات، وان كنت اشك ان يكون هناك ازمات، ان حدثت ازمات فلن يكون هناك بيانات من هذا النوع. من ضمن الجلسة برضو نرجع ليها تاني، انه مباراة الاهلي والزمالك، وان هو الكلام المتداول اللي احنا عارفينه كله، انه مباراة الاهلي والزمالك ستكون في نهاية الدور الاول. اريد ان افاجئكم ان من ضمن الكلام اللي تداول في هذه الجلسة انه مش بس كده، انه اذ ربما المباراة الاخرى المباراة في الدور الثاني ان تؤجل ايضا لنهاية الدوش، وان الامن كان يفضل القرعة الموجهة التي تبعد الاهلي والزمالك وتخليهم في نهاية الدوري، لانه اذ ربما تكون المباراة لا قيمة لها على رأي كابتن مدحت شلبي، وجهة نظر التي لا قيمة لها دي تمام، وانه لا قيمة لها، فتبقى الامور اهدى بين الجمهور وتبقى بقى فرحة لده كان واخد دوري او لده واخد دوري، او حزن لده ولده لانهم خسروا الدوري هما الاثنين، ايا كان، لكن طول الوقت انه بلاش انه القرعة ما تبقاش موجهة خصوصا في ايو زيك انه اسحبوا دي، وهذا هو يبدو انه اللي هيحصل، انه المباراة الدور الاول ستكون في هذا الدور الاول، ومباراة الدور الثاني إذ ربما بنسبة 90% أو أكتر تكون في الدور الثاني. ليه؟ لأنه هي نفس الأزمة، إنه من مباراة 20/9 السوبر لمباراة 19/10 شهر، وإنه حصل يوم 20/9 ما حدث في الشارع، وإنه جمهور الأهلي والزمالك يبدو إنه كان في الشارع من ضمن الناس اللي لزدوا الشارع، فده أدى لأنه الدولة تريد إنه لا تعكر صفو الأمر بإنه الجمهور ينزل و
وعلى الاساس ده انه برضو مش هينفع، ما احنا خلي بالك ما يبقى في نهايه الدور الاول، ولكن نهايه الدور الاول ده يوم 31/12 الاهلي مثلا، وبعد الاسبوع الاول، الاسبوع الاول في الدور الثاني يعني الاسبوع 18 هيبدا يوم 7 يناير مثلا، فبقى عندك 7 يناير الاسبوع الاول في الدور الثاني، وبعدين مثلا 12 يناير الاسبوع الثاني في الدور الثاني يعني، و 17 يناير الايه الاسبوع الثاني، وارجع تاني مثلا يوم 26 او 27 يناير برضو، خلينا 25 يناير انه او جاي لاعب المباراه لا، فبنسبه 90% وما فوق حتى مباراه الدور الثاني ستؤجل لنهايه الدور الثاني. ده من ضمن النقاشات اللي دارت في الجلسه، انه مش بس الدور الاول اذ ربما كمان الدور الثاني، فلازم يبقى النادي الاهلي عارف ده، حتى ولو تم اعلان جدول اذ ربما برضه هيتم تغييره، فبلاش تنفعل خالص حتى بعد نهايه مع الجدول الجديد بتاع الدور الثاني، وان الامور الثلاثه ماشيه، وان احنا كدوله وامن بنفضل ان مباراه القمه تكون في نهايه كل دور، في نهايه كل دور. انا من تصورات التحليل يعني المشهد العام انه كمان ممكن محدش الدور الاول دي يعني مباراه الدور الاول ما تتلعبش برضو قبل الدور الاول في نهايه الدور الاول، ممكن تلعب بعد كام اسبوع من الدور الثاني عادي يعني. المره اللي فاتت السنه اللي فاتت احنا الزمالك لعب يوم 31/3 كان الدور الثاني بدا، فممكن جدا 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 يعني يحصل هذا الامر برضو هذا العام فيما يخص المباراه. هيبقى في انتظام في امور اخرى، لكن المباراتين دول هيبقى فيهم قرار امني، وده كانت اهم حاجه تقالت للكابتن الخطيب عشان ما يحصلش مشكله تاني، لان المره دي بقى لو حصل مشكله تاني اذ ربما يكون في الامور امور يا كابتن محمود. تمام، ده كان ملخص الجلسه يعني اللي اظهر انه النادي الاهلي الدوله يعني بتحبه وبتتحايل عليه، رغم انها في نهايه الامر اللي حصل النادي الاهلي كان طلع لن اخوض اي مباراه قبل لقاء القمه، وها هو سيخوض اذا ربنا اذن كل مباريات الدور الاول، واذ ربما بعض من مباريات الدور الثاني قبل ان يلتقي مع الزمالك في مباراه القمه التي كان يامل ان يلتقي هو مع الزمالك قبل اي مباراه في الدوش، حسب الجدول المعلن وقتها، حسب ما طلع البيان انه تم تنفيذ الجدول وقتها، وعلى الاساس ده طلع بيان جديد لاتحاد الكرة قال انه الدوري زي ما هو بمواعيد مسابقاته يعني او ترتيبها، الا مباراة القمة ستحدد موعدها وتكون في نهاية الدور الاول، ونحن منتظرون. اشوفكم على خير ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله تعالى.